نستطلع هنا أكثر فأكثر عن وضع النازحين الذين نزحوا إلى هذه المنطقة. يعطيك العافية عمنا. الله يعافيك أهلين. أنتم من أي منطقة جيتوا؟ أنا من منطقة خزاعة. من خزاعة؟ من خزاعة، من المنطقة الحدودية. جرفوا بيوتنا وهجينا، وهينا مرميين في المخيمات، مرميين في العراء، لا أكل ولا مياه مليحة، مية كبيرة بنشرب مية مالحة ومرار بنلاقيهاش، ولا غطاء مليح زي الناس، وهينا مرضى. والله أنا لي أكثر من 15 يوم مريض، مرمي في الخيمة، وإحنا تحت نايلون، قاعدين تحت نايلون، أولادنا. تفضل معي بس. أنت يعني حكيت لي على الخيمة، هذا اللي أنت موجودين فيها؟ هي الخيمة والله قاعد بدقدق فيها، ووضع تعبان، وبعدين الأطفال الصغار مرضى، وامبارح الولد هيو كمان مريض. تعال تعال شوف، هي رجله انكسرت، رجله وديناه على المستشفى، ولا علاج زي الناس، ولا حاجة، فيش إشي. البلد معدومة، قطاعنا معدوم. احنا بنرجو من المسؤولين انهم يطلعوا باحسن حال لنا، احنا مرميين في العراء. انتم متى الكهان؟ قديش لكم تقريبا؟ انا لي الحين تقريبا، انا كنت في المدرسة، قعدت بيجي شهر، ولما قرب القصف علينا. اي مدرسة؟ وين؟ مدرسة قنديلة في خانونس. ولما قرب القصف علينا شردنا، واجينا هنا في المخيم، هنا في المنطقة الصناعية. فلما اجينا في المنطقة الصناعية والله قعدنا في العراء، لا غطاء ولا نوم زي الناس، ولا اكل زي الناس، واولادنا مرضى في صغار. والله امبارح عندي مرت الولد بدها تولد، ما قدرت اوديها على المستشفى، اخذتها على كارة بحمار الله يعزك، ورحت وديتها على المستشفى الساعة 2 في الليل. لا في اتصال نتصل على اسعاف، ولا في اشي، احنا حياتنا معدومة. فاحنا بنرجو من المسؤولين، الجهة المسؤولين عن المنطقة الصناعية، انهم يطلعوا بحال الناس، يطلعوا في ناس جعانة مش لاقي اكل، في ناس مش لاقي غطاء، في ناس مش لاقي محاش مصاري. طلعنا من بيوتنا، سبنا لا معانا مصاري نشتري ولا حاجة، ولا مقدرين نشتري اكل ولا نشتري حاجة. عندكم اخبار عن منطقة خزاعة؟ منطقة خزاعة راحت كلها، والعوض في وجه الله. يعني انتوا موجودين هان وعم تسمعوا صوت القصف؟ احنا بنسمع صوت القصف، والبلد راحت كلها، شفناها على الفيديوهات، شفنا خزاعة على الفيديوهات. كل سنة وانت سالم. كان هان في خزاعة، خزاعة راحت كلها. شكرا لك، شكرا. فاحنا وصلت احنا بدنا نوصل الرسالة، فارجو من الجهات المسؤولة في منطقة الصناعية يطلعوا للناس، للاطفال. في عندنا اطفال مساكين، فبدهم المساكين هذول، اللي بده بامباز، واللي بده مساعدات. طيب، فاحنا هذه المناطق نرجو من وصلت عمنا. هذه المنطقة، هذه المنطقة يعني من المناطق البعيدة عن مراكز المدينة، وبعيدا عن مراكز المساعدات، وفي كل يوم تأتي عائلات جديدة، وبالتالي كثير كما تفضل، يعني كثير من الناس الذين وصلوا إلى هذه المناطق لم تصلهم بعد حتى المساعدات التي يمكن توزيعها في مناطق في مركز المدينة أو في وسط منطقة تل السلطان، المنطقة الغربية أيضا زرناها أحمد أكثر من مرة، وفي نفس الإطار وفي نفس السياق، لا تصلهم الحاجيات الأساسية من أغطية ومفارش حتى تعينهم على العيش أو المكوث في هذه المناطق، حتى يستطيعوا العودة إلى مناطق سكنهم في أقرب وقت. وبالتالي هذا القاسم المشترك في هذه المناطق، لا تتوفر إمدادات المياه الحلوة، لا تتوفر حتى المياه المنزلية، دورات المياه لا توجد هنا. يعني الناس بيعمدوا إلى إقامة بعض الأماكن الصغيرة، الحفر الامتصاصية، كدورة مياه بديلة. وهذه مناطق رملية بالأساس، نتحدث عن منطقة فاصلة بين رفح وبين مدينة خان يونس، منطقة ميراج، هي منطقة ليست سكنية بالأساس، منطقة رملية لا تتوفر فيها خطوط الصرف الصحي ولا خطوط المياه، أي أنها معدومة من البنية التحتية. وأتى الناس إلى هذه المنطقة في هذه الخيام البسيطة التي يتم تشييدها في كل لحظة، في كل ساعة سنأتي فيها إلى هذه المنطقة، سنشاهد هنا خيمة كهذه، بيعمل الناس على تشييدها لتؤوي ليس عائلة واحدة فقط، لربما هذه الخيمة ستؤوي عائلتين أو ثلاث، لأنه ليس لديهم حتى المال لبناء مثل هذه الخيام أو أكثر من خيمة واحدة. شكرا جزيلا لك صالح الناطور، مراسل العربي، كنت معنا من رفح.